أشكال ألوان مع يارا جلال. جولتنا لليوم مستمرة بأشكال ألوان يلي رح تاخدنا لأهم مكون بمطابخنا اليوم، ورح نتعرف سوا على مادة الملح. كتار بيظنوا أنه أهم استخدامات الملح أو حتى استخدامه الوحيد هو ضبط مذاق الأطعمة، ولكن بالحقيقة له استخدامات صناعية عديدة ومتشعبة مثل صناعة الورق والمطاط والأدوية، وله تاريخ مذهل خلى منه عنصر مهم وأساسي بالحياة البشرية. بدايات الملح بالتاريخ قديمة قدم الحضارات السابقة، وربما حتى بتسبق التاريخ المدون، لكن أول ظهور للملح بالتاريخ كان بواسطة المؤرخين الصينيين قبل 6000 سنة بأحد بحيرات الصين المسماة يونشينغ، واللي اعتاد الصينيون حصد الملح منها بعد تبخر المياه بفصل الصيف. المصريون القدماء أيضاً عرفوا الملح واستخرجوه من عدة مواقع بدلتا نهر النيل مثل بحيرة المنزلة وبحيرة البرلس ووادي النطرون، واستخدموه بعدة أنشطة كمان كان أهمها حفظ الأسماك بالتمليح وبتحنيط الموتى، وحتى ضمن القرابين المقدمة للآلهة واسموه الملح الإلهي. أما الرومان فكان الملح بيمثلهم ثروة كبيرة، فكان امتلاك الملح بهذاك الوقت للأثرياء فقط، لدرجة أنه أباطرة الرومان كان بيدفع مرتبات الجنود بكتير من الأحيان ملح. وجاء ذكر الملح بالقصص التوراتية والإنجيلية، وكان له أهمية خاصة، حتى أن اليهود بيغمزوا الخبز بالملح ليذكرهم بتقديم الملح على مذبح القربان بالمعبد. وبالتوراة وبحسب الرواية اليهودية تحولت زوجة النبي لوط التوراتي لعمود من الملح عقاباً من الرب على عصيان زوجها، ووصلت قيمتها بالعصور الوسطى لأكثر من الفضة والماس والذهب. وكثير حذرونا من الملح أو ما يعرف بالاسم العلمي كلوريد الصوديوم ومخاطر الزيادة بتناوله على الجسم والصحة، فالاستهلاك المفرط للملح ولمعدن الصوديوم تحديداً بيؤدي لاحتباس السوائل بالجسم، لارتفاع بضغط الدم، وبيزيد من خطر فشل القلب. إلا أنه كل شيء ذكر ما بينفي حقيقة أنه القليل من الملح بنظامنا الغذائي رح يمد الجسم العديد من الفوائد ويعتبر ذو أهمية للجسم، فالملح بيحتوي على عنصر جداً مهم اللي هو الصوديوم. الصوديوم موجود بكل أنواع الأغذية تقريباً، إما كمركب طبيعي أو كمركب تمت إضافته بعملية تصنيع الأغذية، لهيك اهتمت كبرى دول العالم بإنتاجه والتجارة فيه، ومن أهمهم الولايات المتحدة الأمريكية، الصين والهند، إضافة لكندا وأستراليا، وبيصل الإنتاج العالمي للملح ل 210 مليون طن سنوياً. أشكال ألوان مع يارا جلال.